عودة من جديد ونبدأ أولى فقرات هذا المشوار المسائي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. وفي مثل هذا اليوم 24 فبراير 1974 كان رحيل العملاقة السودانية عائشة الفلاتية، ونحن اليوم في حضرة الذكرى 48 ولا زالت بذات الأثر، وهذا يدل على أنه الفن السوداني الأصيل دائما هو الفن اللي بيكون باقي. عائشة صاحب الصوت نسائي متميز مملوء بالجمال، صوت مملوء بالدهشة ومتفرد، رحم الله فنانة عائشة الفلاتية. بالتأكيد عائشة، وهي تعتبر بحق أول فنانة سودانية، واسمها الحقيقي عائشة موسى أحمد، ويمكن يعني شعبية المستمرة أضفت يعني الشرعية لهذا المجال، إنه تدخل الكثير من الأصوات النسائية، وبالتأكيد شعبيتها كانت كبيرة، كانت ولا زالت. يمكن سجلت أكثر من 150 أغنية في الإذاعة، دعمت مع كثير من الفنانين، عندها الكثير من الأغنيات بالتأكيد الخالدة في وجدان كل السودانيين. نمشي مع بعض المحطة دي نشوف تقرير عن حياة عائشة الفلاتية ونرجع نواصل. ولدت عائشة موسى أحمد التي اشتهرت بالفلاتية في مدينة أم درمان في العام 1922، وكان والدها حضر إلى السودان وهو صغير مع أقاربه من نيجيريا. بدأ اهتمام عائشة الفلاتية بالغناء منذ الصغر، واستلهمت من الغناء الخفيف المصادر الأولى لفنها، ليشكل هذا النوع من الغناء الخاصية الإيقاعية في تجربتها الغنائية.
رحم الله العملاقة عائشة الفلاتية، وبرضه يا سهيلة ياما حاسنا الصدف انه يوم الخميس برضه منتجتنا تحمل نفس الاسم عائشة مادري، وايضا هي صاحبة بصمة برضه ليوم الخميس برفقة كل التيم العامل يعني. نعم، واللي هو التيم العامل برضه من اثاث يوم الخميس زميلتنا برضه عائشة الصدف الجميلة دي الليلة. فاصل اعلاني ومن ثم نلتقي لاستكمال باقي هذا الفقرات هذا المشوار المسائي.